مساء الخير وتحياتي لكم أينما كنتم. التعدد والتنوع الثقافي هو مظهر حضاري وإنساني، إذا جرى استثماره بشكل صحيح فسوف يقدم الكثير لذلك البلد وللإنسانية جمعا. من هذا التنوع والتعدد الثقافي يبرز الاختلاف والسلوك بين شعب وآخر في عاداته وفي تقاليده. اليوم لدينا سيدة تركية تعيش في النمسا وتتحدث عن تجربتها ورأيها في هذا الاختلاف. إذا هذا موضوع أيضا من درس من دروس مستوى ATSFI Niveau، وهو بعنوان Feiern Interkulturell، Feiern Interkulturell، احتفال بين الثقافات. هذه اللوحة الجميلة هي للفنان المبدع عماد بدر من سهل نينوى العراق، وهي تمثل عرسا شعبيا من بلدة قلقوش في شمال العراق. إذا موضوعنا لهذا اليوم هو Feiern Interkulturell، احتفال بين الثقافات. هذا النص الذي أمامكم الآن هو منقول من كتاب ATSFI Pluspunkt Deutsch. عندنا ليلى سنميس، ليلى سنميس، سنميس ولا سنميس، 36 ياري أو تركي، إذا عمرها 36 من تركيا. ليلى من تركيا تتحدث عن تجربتها في تعدد الثقافات. ليلى تقول إيخ هابي فيلي إسترايخيشي فرويند، إذا انتهى جملتها هنا، هي تقول إيخ هابي فيلي إسترايخيشي فرويند، وجملتنا هنا مبنية بصيغة الحاضر present، إذا هي عندها تقول أنا عندي أصدقاء كثير. und bin oft eingeladen، وغالبا ما أكون مدعوة. عندما يكون يعني عند النمساويين احتفال يدعونها، إذا تقول und bin oft eingeladen، وغالبا بمعنى oft غالبا أنا أكون مدعوة. und لادي أوخ أين، وأيضا هي تدعو الآخرين عندما يكون عندهم عندها احتفال. لاحظوا أن هنا يعني في ملاحظة أن بعد استخدامنا أنت يعني لا نحتاج إلى الفاعل، لا نحتاج في كل مرة نقول إيخ بين إيخ بين. لاحظوا يأتي الفعل مباشرة أنت بين أوفت أينجلادن، أنت أيضا لا يوجد هنا إيخ لادي، إذا الفعل فقط موجود لادي، أنت لادي أو أين. طبعا الفعل يدعو إلى احتفال هو أين لادن، إذا من أفعال تريمبار فيربن الأفعال المنفصلة. تقول ليلى باس مير أو فيلد، إذا باس مير أو فيلد، أو فيلد بمعنى ما يذهلني أو ما يدهشني، ما يدهشني أو ما يذهلني. وأوفيل يعني جاء من فعل أوفالن. إذا لنرى ما يدهش ليلى وما يذهل ليلى، تقول دي إسترايخر كومن باي أينلادونغن زوم إسن إيمار سير بونكليخ. إذا دي إسترايخر النمساويين يأتون باي أينلادونغن دينغن، باي أينلادونغن عند الدعوات، سوم إسن إلى الطعام، إيمار سير بونكليخ دائما في الموعد المحدد، يعني يأتون في الوقت يعني بدقة. داس إست هوفليخ إن إسترايخ، ليلى تقول داس إست هوفليخ إن إسترايخ، هذا سلوك مهذب في النمسا، وهذا سلوك مهذب في النمسا، داس إست هوفليخ إن إسترايخ. ليلى تضيف تقول باي أونس عندنا نحن إستاس نيختسو، ليس يعني مثل ما موجود في النمسا، إذا نيختسو ليس كذلك. تقول هي هير هنا في النمسا برينت مان مايستنس أوخ إتفاس ميت، إذا الشخص المدعو يجلب معه ميت برينغن، الفعل هو ميت، لاحظوا موجود في نهاية الجملة و القسم الثاني هو مصرف، إذا ميت برينغين يجلب معه مايستنس في الأغلب أو إتفاس ميت يعني شيئا معه. ثم بايشبيل مثلا أين فلاشة فاين، قنينة نبيذ، هذا في النمسا طبعا،
oder Blumen أو باقة ورود. Und die Kinder sind oft nicht dabei. والأطفال لا يكونون مع والديهم، يعني لا يكونون أو لا يأتون إلى الاحتفال مع الوالدين. وأخيرا تقول ليلى: Das ist bei uns anders. وهذا شيء مختلف عما موجود عندنا في تركيا أو في ثقافات الشرق الأوسط. إذا هي تقول في آخر جملة لها: Das ist bei uns anders. وهذا عندنا مختلف تماما. إذا هذا ما قالته ليلى، وأتمنى أن يكون يعني هذا النص جميلا عندكم، وهو فعلا جميل بجمله. بجمله ممكن أن نحفظ هذه الجمل حفظ، وبذلك نكون قد حفظنا نصا كاملا وعدة جمل سهلة جدا في نص واحد. من تعجبه هذه الدروس ومن لم يشترك، وهناك الكثير يعني يتابعون القناة ولم يشتركوا بعد، أن يشتركوا، فالاشتراك لا يكلف شيئا. ومن تعجب هذه الدروس أيضا أن يفعل الجرس لكي تنزل لها الدروس، ويفعل اللايك أيضا، وإن كانت هناك التعليقات فأهلا وسهلا بالجميع. وشكرا من عندي لكل من اشترك من الأول ويشترك وما زال مشتركا لحد الآن. إذا إلى اللقاء في الدرس القادم.